مدينة الدار البيضاء فيما يخص التأهيل ديالها، فيما يخص تطور الخدمات فيها، فيما يخص معالجة الاختلالات اللي كتعانيها مدينة الدار البيضاء. وبالفعل كانت أجوبة صريحة من خلال البرنامج التأهيلي 2015-2021 ديال 34 مليار ديال الدرهم، اللي فيها المسرح الكبير للدار البيضاء، فيها حديقة الجامعة العربية، فيها حديقة عين السبع، فيها الأنفاق، فيها قناطير، فيها مجموعة من التجهيزات الأساسية، وفيها مجموعة من المرافق الاجتماعية والاقتصادية. وقلنا في هذا الاجتماع هذه بالإضافة للشجب والتنديد بما تقوم به إسرائيل تجاه المقدسيين، تجاه الفلسطينيين بصفة عامة، وشجبنا ونددنا بهذا القصف الغير المشروع وهذه المسائل اللي كديرها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وقلنا كذلك جبدنا ترحمنا على أبناء من مدينة الدار البيضاء اللي غرقوا أثناء المحاولات ديال الهجرة السرية. وقلنا عسنا أن نجاوبوا على هذه الأسئلة مثل هذه بأجوبة اجتماعية وبرامج ومشاريع. كذلك قلنا بأنه منذ 2015-2021 بعض القطاعات نجحنا فيها وبعض القطاعات ما نجحناش فيها، وقلنا كاين مواصلة واستمرار المنجزات والبرامج والمشاريع ديال الدار البيضاء اللي كانت فيها دراسات وكانت فيها توفير اعتمادات عن طريق الشراكات مع الدولة ومع القطاع الخاص ومع المؤسسات العمومية. وبالفعل بعض المشاريع رأت النور، مثلا كمؤخرا حديقة الجامعة العربية اللي عندها 10 مليار ديال السنتيم اللي منذ طويلة دابا راه خرجات، بعض لالين ديال لا دوزيام لين ديال الترامواي، الأشغال دابا في التروازيام لين، في الكاتريام لين. دونك هذا الخطة الاستراتيجية اللي دارت شحال هادي كتنفذ، وكاين اللي كيما قلت اللي خرج فيها خرجات هذا، وكاين اللي باقا ما خرجتش، مع العلم انه كانت خصها تخرج في 2020-2021. مثلا الخط رقم 3 كان خصو يخرج في 2020، الخط رقم 4 اللي خدامين بدا خصو يخرج، ولكن كيف ما كان الحال كنعرفوا حنا بان هناك صعوبات واكراهات على مستوى الجماعات الترابيه، لان ما عندهاش واحد الاستقلاليه ماليه، وما عندهاش، لانها هذه المشاريع وهذه البرامج كلها في اطار الشراكات والتعاقدات مع شركاء اخرين، واذا اخلى احد الشركاء بالالتزامات ديالو كنعرفوا بان هذه البرامج هذه وهذه المشاريع هذه ديال 34 مليار ديال الدرهم فيها شركات، فيها الجماعات الترابيه كشورى مجلس الجهه ومجلس العماله، فيها المؤسسات العموميه كالعمران كهذه فيها كذلك الحكومه من خلال القطاعات ديال التعليم وديال الصحه وديال السكن غير ديال السكنه وهذا وسياسه المدينه. دونك كاين مجموعه من الشركاء، واذا اخلى احد الشركاء بالالتزامات ديالو خاصة منها المالية فالعجلة ما يمكنش كتدور، والوتيرة غادي تكون ناقصة، وهذا ما حدث، لأنه دابا الوتيرة ديال إنجاز المشاريع فيها ينبغي إعادة النظر فيها. كذلك بالنسبة للشركات ديال التنمية المحلية التي ينبغي إصلاحها، إصلاح هيكلتها، إصلاح اختصاصاتها، إصلاح حدودها، إصلاح هذا. بدينا بها كتجربة لشركة التنمية وهي تدبير ناجح للمرافق العمومية المحلية، ولكن ملي كتدخل الممارسة كتبان بعض ثغرات لابد من تدارك هاد الاختلالات اللي كتعرفها شركة ديال التنمية المحلية. وكنقولوا حنا بأننا ما نديروش شركة التنمية المحلية من أجل شركة التنمية، لا، أجل شركة التنمية من أجل تحقيق وإنجاز مشاريع لا يمكن يصعب على الجماعة أن تقوم بها بصفة مباشرة وتقوم بها بنفسها. لابد من إسناد بعض المهام الصعبة والدقيقة والتقنية والفنية التي تقتضي تدخل شركات ديال التنمية، وهذا هو
الهدف من خلق شركات ديال التنميه المحليه، لان الشركات المحليه كنقولوا خصها تكون عندها تجربه ديال السير في القطاع الخاص، ماشي هو التصريح في القطاع العام، في القطاع العمومي. دونك كنقولوا بانه نستافدوا من التجربه ديال القطاع الخاص، نستافدوا من التقنيه ديال التجربه الخاص، نستافدوا من الراهن على مجموعه من الاهداف ديال الجوده وديال السرعه وديال الدقه وديال الحكامه، او ثاني ديال الحكامه. كنقولوا بانه الشركه التنميه هذه تكون فيها حكامه جيده، لانها ما غتمشيش في نفس المساطر اللي كتمشي فيها المساطر العموميه. دونك قلنا بانه كاين باقي عندنا مشكل ديال المطرح العمومي ديال المدينه باقي ما خدامش، باقي الحديقه مثلا ديال عين سبابه باقي ما خداش، كاينه بعض المشاريع باقي ما خداش، وكاينه مشاريع اخرى راه رأت النور وحنا كنوهو بها وكنشوفها. الرساله اللي باغي نقول هو ان البيضاويات والبيضاويين يستحقون منا كذلك واحد الجيل مكمل للمشاريع والبرامج اللي صدرنا دابا، جيل جديد من المشاريع باش يحل مشاكل عده. مثلا بالنسبه للمحطات الطرقيه اللي ديك المحطه ديال ولد زيان كنا اصبح غير من المقبول باش تبقى في وسط المدينه ديالو وتشكيلوا نقطه سوداء. قلنا بالنسبه مداخل مدينه الدار البيضاء، الا دخلتي من جهه لساسفه ولا من جهه سيدي مومن في التشارك وشي حاجه، ماشي مداخل لا تشرف مدينه الدار البيضاء. حنا كنشوفوا دابا المدخل ديال مدينه الرباط في المستوى العالي جدا، مركب مولاي عبد الله وهذا وداك الشيء في المستوى. بغينا ان شاء الله الرحمن الرحيم الدار البيضاء يكون عندها واحد النظام خاص ديال التسيير وديال التدبير فيه المنتخبين، ولكن بواحد الامكانيات، هذا، لانه الفوائد المحققه حاليا ما يمكنش بواسطتها غنمولوا برنامج تاهيلي ديال 34 مليار ديال الدرهم. واخا نبقاو نديروا اللي درنا كيقتضي الامر شراكات واتفاقيات وامكانيات باش نحققوا هذا المتغاضى هذا. دابا كاينه حبا من كروش او ثاني كاينه محاولات، مثلا نجحنا نسبيا في النقل ديال التنقل داخل الدرهم، شنا حافلات جديده مزيان، حافلات جديده 700 حافله دابا، والبيضاويين يستحقون اكثر من ذلك، لان كاين هناك طلبه، كاين عمال، كاين مستخدمين، كاين بزاف ديال المستعملين ديال النقل العمومي المكتف. بغينا ان شاء الله الرحمن الرحيم نزيدوا في هذا الشيء، لان المدينه تتطور دقيقه بعد دقيقه، وحنا تحسنا خصنا والحاجيه تتزايد، وحنا خصنا نواكبوا هذا التطور الذي تعرفه مدينه الدار البيضاء اجتماعيا واقتصاديا واستثماريا وفرص الشغل وهذه. دونك بزاف ديال الحوايج اللي نلقات على عاتقنا، الاراده قويه وحسنه، وتيبقى ان شاء الله بعون الله ان شاء الله نتغلبوا على جميع نتغلبوا على اكبر عدد ممكن من المشاكل اللي كتعنيها السكينه ديال الدار البيضاء.